من المغرب واخاي ورا المغرب كامل تيفكر يهاجر حتى علاش حيت الشباب ضايع في هاد البلاد هادي ما كاين لا خدمه لا والو اخاي ونجيك نيشان انا براسي تجيني الفرصه نحرق نهرب نمشي نمشي لاوروبا يسهل عنا الله ولا هادي فهمتي ما كاين ما يدير في هاد البلاد هادي اي واحد في المغرب كامل سولتيه تقول لي واش تبغي تهاجر من المغرب غيقول لك اه حيت علاش حيت ما كاين لا خدمه لا والو تتبقى مريح تدور بحال اللي تتصوروا تتاكلوا ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه لا والو من هما الناس المسؤولين هادو الشباب اللي تيضيع في هاد البلاد هادي ودابا السبيطارات ما عندناش المغرب حتى شي حاجه ما عندنا فهمتي تتمشي للسبيطار تبقى عليك طبيب ما كاينش طلع للفوق هبطل هنا هبطل هنا خدام في السبيطار الطبيب كاين تيجيب لهم تيصدروه ما كاين حتى شي حاجه في هاد البلاد حتى شي حاجه ما مقاده الاسباب ديال العمل ديال ياقوت العيش والماكله وكل شيء هادشي اللي كاين تهلا في الوليدات ونخدم صافي هادشي اللي كاين هاجرت باننا ساكن في جي 5 وما عندناش وما كاينش شي مدخول اللي يخليك ولا شي خدمه مرسمه وداك وديما محقور ديما انت فين غادي شكون انت عندك شي واحد صحيح كدوز ما عندك شي الور هذاك هو اللي خلانا حنا نهاجروا لهاد البلاد هذه والحمد لله هاجرنا ويسر الله وكل شيء ولكن من كنرجعوا كنرقاو شي حوايج ما كيبغيو يخدموا علينا حنا ليه بحال دابا كاين شي طرقان هنا انت داير لك 60 دابا انا في الخرجه اللي جديده الخطيه اللي جديده الخطره جايه من تيفلت طريق في 4 طرقان ولا 3 وانت داير 60 فيها يا بحال باغي تشريها لي انا المولف انا ملي كنرقى 3 طرقان تما مينيمو 90 مينيمو 90 خصها تكون تشامر عليا اللي وكتجي ملي كتبغي توقفني كتجي في وسط الطريق ما يمكن غادير ليا بلا بيديك حتى هكا من البعيد راني نوقف ما انا غاشي نهار فكروا في الهزرة غادي تفكر في هذا الوقت في الهزرة لحقاش تلقى بزاف ديال ما كاينينش واحد كاينين كفاءات ولكن ما كاينش شي دي بوست اللي غادي بزاف كاين الدراري اللي عندهم راه عندهم كفاءات الماستر تلقى الدبلومات على الزاد ولكن ما كاينش فين غيخدم فهمتي يعني هذا القرار الاخر اللي خرج ديال الباك والجامعه غير واحد قال لك غير واحد شويه ديال التعليم وهذه بان التكوين خصو يكون ولكن هو انسيستا ماشي على التكوين المهني التكوين في ذاك الدومين حتى اللي قريتيه بيان سور تنفكر في الهجره هذه اول حاجه تنفكر فيها كمغربي خاصه انني من واحد المنطقه اللي مهجوره ومقهوره بالضبط اللي هي الجنوب الشرقي بحكم الشوماج ما نديروش عليه المعاناة في كل المجالات ماشي بحال الدول الأوروبية بيان سور اللي الحقوق كاينة كل شيء كاين خدمة كاينة تتخلص على الشوماج تتخلص على كل شيء إذا بالنسبة لي والله ما نمشي ليها ولا نبقى في هذه البلاد اللي ما عاطيانيش أصلا وتتسنى مني نعطيها خويا تنفكر يعني إلا فكرت السهر كتفكرين على المال ولكن الإنسان هنايا في المغرب يعني ما أحسن هنا كاين كل شيء وكاين كل امكانيات الانسان خصو يدير المجهود ديالو ويتوكل على الله ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس